مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، والبداية بالموجز المحلي. انطلقت في منطقة بوهديمة ببلدية سرت أعمال تنفيذ خط مياه شرب ضمن مشروعات تنموية عدة للجهاز الوطني للتنمية. أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء عن غلق طريق في إطار تنفيذ الطريق الدائري الثالث. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن العمل جار على إعادة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين في مدينة بنغازي بشكل تدريجي. عقدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اجتماعا لبحث أوضاع العمالة المصرية في ليبيا بحضور نائب سفير مصر لدى ليبيا أحمد سامي. طلب سكان أهل أرض الأحلام في منطقة بودريزا ببنغازي من الجهات المسؤولة توفير احتياجاتهم في من إنشاء للطريق التي تربطهم ببعض المناطق وتوفير المياه الصالحة للشرب، حيث تحدث سكان الحي بأنهم طلبوا الجهات الحكومية في العديد من المرات ولكن دون جدوى. عدسة الوسط تابعت الموضوع عن قرب وأخذت آراء بعض المواطنين. ان نحن بنوصلوا صوره هالمنطقه لانها منطقه خاليه تماما من الخدمات، منطقه ما فيهاش اي خدمات. الطريق اللي قاعدين عليها توصل ما بين شبنا الى ارض الاحلام وما هناك شيء، مساحتها 900 متر يعني ما تطقش كيلو. لنا فتره نطالبوا في وضربنا جميع الجهات ان هي تقطرن الطريق المعبده هذه. وطبعا منطقه ارض الاحلام راهي منطقه كثيفه بالسكان، يعني اعدادها يعني هائله ماشيه تقريبا عند وكيل الهندي قريب من جهه القبليه هكي، وهكي عند طريق الساحل، وهكي عند شبنه، ولكن خاليه تماما من الخدمات. اول شيء المياه غير صالحه للاستعمال البشري، الميه ميه بير وحللوها جماعه في مختبر التحاليل، وخاليه وراهي ماهيش صالحة للاستعمال البشري نهائيا. يعني المنطقة لا ضي كويس ولا قطران ولا مية صالحة للشرب. نبو طريق كيف نكيف هالناس، جا اللجان من قابله وجو ناس من قابله وجا مهندسين وخططوها وقاعدة واخذة حتى رقم في البلدية، لكن ما عندناش كاتف. احنا ناس مش مرموقين، ناس المرموقين جانها طرق وجانها، احنا ناس بسطاء ما نطالبوا شيء الا بطريق ومية. هذه اللي نطالبوا فيها من الدولة، نبي حد مسؤول يجينا هنا ويشوف حل للمواطنين. الطريق هذه مكسره، والطريق هذه تربط بين شبنه وبين ارض الاحلام، طلعك على كويفيا، طريق حيويه يستفيدوا بها الناس كلهم مش انا بس، فهمت؟ وتو صيف يقدر حتى كان يبدو تو الخدمه خير من شتاء تعب فينا هالطريق وسياراتنا تكسرا، وان شاء الله خير. نحن كسكان هذا الحي منطقه بوتزيره تحديد ارض الاحلام، المنطقة دي تقع ما بين بلدية سلاوي ما بين بلدية الكويفية وجنوبا بلدية بوعطني. الحقيقة نحن لاحظنا تغير ملحوظ من ناحية القطران وخدمات الإنارة وخدمات المياه في الأحياء المجاورة، رغم أن هذه المنطقة كثيفة بالسكان وعدد سكانها يتفوق على المناطق المجاورة، لم نلاحظ فيها أي خدمات من ناحية القطران من ناحية المياه. المية يلنا من هنا ويلنا من هنا ويلنا، نحن ما عندناش خدمة مياه، خدمة قطران، خدمة النظافة، كلهن مفقودات في هذه المنطقة. نحن ناجدوا الجهات المختصة والجهات المسؤولة تحديدا هيئة الإعمار، نحن ناجدوهم أنهم ينظروا في أمرنا وأنهم يتبعوا موضوعنا ضيهي ويشوفوا بالتحديد سبب التقصير، سبب التقصير الملحوظ في الخدمات اللي انحرمت منها هذه المنطقة، رغم أن هذه المنطقة كثيفة 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 بالسكان. والله بالنسبة للمية هذه متعبتنا شوية، وطبعا أنا التركينة كلها بيار والمية غير صالحة للشرب ونعانوا منها، قلنا نعانوا منها حال الغاية. نبو مثل واحد يوصل لنا خط المية حتى جينا بنوصله وحدنا ما قدرناش عليه كلام هذا، لأن الخط الرئيسي مسافة طويلة
ويبي امكانيات ويبي ناس تصبي ويبي ما نقلنا ما قدرنا عليه. الميه انا ما بلوم بك حتى يعني حتى للشرب ما ايش للشرب، حتى للبايم مش صحيه للبايم. هذه الميه نقلنا نعانوا منها، نعانوا منها بشكل غريب، وحللناها وطلعت غير صالحه للشرب. نبو حد مثل يشقب الموضوع هذا يوصل لنا خط الميه ونشقب الميه نبو ميه حلوه. أطلقت منظمة حوار للتحول الديمقراطي بمدينة البيضاء مبادرة أسمتها المبادرة الوطنية لدعم صندوق إعادة الإعمار، حيث دعت لاجتماع موسع لعمداء وممثلي بلدية الجبل الأخضر للاستماع إلى آرائهم حول توحيد الجهود وطرح أولويات الخدمة والمشاكل التي توجهها أو تواجهها البلديات ووضعها أمام الصندوق والمساهمة في حلها. وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات كان أبرزها استمرار المبادرة واجتماعها الدوري بجميع بلديات ومناطق الجبل الأخضر. الأمر الآخر هو التمهيد لملتقى موسع إن شاء الله نسعى له. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد يونس حمد، رئيس منظمة حوار للتحول الديمقراطي. منظمة حوار أطلقت مبادرة وطنية اسمها المبادرة الوطنية لدعم إعادة الإعمار بمناطق الجبل الأخضر. وشارك في المبادرة واللي كان من ضمن الحضور السيد عميد بلدية البيضاء الأستاذ هيثم رشاح، وأيضا مجموعة من النشطاء والإعلاميين لوضع خطة ووعاء زمني للنظر في مسألة دعم إعادة الإعمار والنظر في المشاريع بشكل عام، سواء إعادة الإعمار نفسها أو المشاريع التنموية وأيضا البيئية كمصانع إعادة التدوير، والنظر في مسألة معالجة المياه السوداء وحدات معالجة التنقية. أفضى الملتقى لكونه ملتقى تمهيدي إلى ملتقى أكبر، ملتقى موسع يضم المسؤولين أو القائمين على الإعمار في ليبيا بشكل عام وفي مناطق الجبل الأخضر بشكل خاص، وتم وضع جدول أعمال وجدول زمني، وأيضا تم تحديد مواعيد دورية لالتقاء القائمين على هذه المبادرة. شكرا. المهندس محمد سعد بوعطية، ممثل عن بلدية ورديمة ونائب الأميد. حضرت إلى جانب منظمة حوار لتوضيح مشاريع إعادة الإعمار ومساهمة الدولة وصندوق الإعمار لجانب البلديات. وضحنا لهذه المنظمة في البداية في كملتقى تمهيدي اللي هو الدور اللي قدمتها الحكومة من ناحية أنها صنفت المشاريع علينا مشاريع مختنقات وساعدت فينا الحكومة ودعمتنا، وإلى مشاريع استراتيجية ومشاريع عظمى اللي هي تبناها صندوق الإعمار. عندنا ثقة كاملة في صندوق الإعمار لتنفيذ هذه المشاريع، ووضحنا لهذه المنظمة والخطوات اللي قائمين بها لعن تاريخ اليوم ودعمين المنظمة، وضحنا لهم ودعم كامل وثقتنا كاملة في صندوق الإعمار لتبني هذه المشاريع. طبعا وبصفتي عميد بلدية البيضاء تمت دعوتنا اليوم منظمة حوار ومجموعة من النشطاء والمهندسين للبحث في دعم صندوق إعادة الإعمار. حقيقة أننا سعداء جدا بهذه الدعوة ولبينا للدعوة، ونحن طبعا وبصفة عميد بلدية البيضاء نحن داعمين لصندوق إعادة الإعمار، وطبعا بحثنا خلال هذا اللقاء عدة نقاط دعم مدينة البيضاء في المشاريع الاستراتيجية، ونحن طبعا كان لقاء حقيقة جدا مثمر. إن شاء الله نحن سعيين في عدة لقاءات وعدة حوارات قادمة إن شاء الله بهذه المبادرة الطيبة. وطبعا صندوق إعادة الإعمار نعتبره فيه نحن يعني بادرة جديدة في ليبيا، نحن بأمانة داعمين له بقوة على كافة البلدية على الصعيد مثلا الأهالي. إن شاء الله حتكون هذه اللقاءات مثمرة، إن شاء الله حتقدم النتائج المطلوبة والأمور المرجية فيها، إن شاء الله نكون داعمين بقوة لصندوق الإعمار. كون ملتقى تمهيدي هذا يترتب عليه أن يكون في ملتقيات أخرى. دائما الملتقى التمهيدي يفضل فيه أن تختار الأشخاص بعناية. قال عميد بلدية مرزق في تصريح خاص لبرنامج هنا ليبيا أن مدينة مرزق تشهد مرحلة إعمار من خلال صيانة منازل المواطنين وإصلاح شبكة الكهرباء، مؤكدا على أن المدينة تتجه إلى التعايش السلمي بين جميع مكوناتها الاجتماعية. لنتابع.
أشرف علي آدم عميد بلدية مرزق. طبعا اليوم نبي نتكلم عن بلدية مرزق التي كانت تعاني من النزوح والتهجير وويلات الحروب، والآن أصبحت بلدية مستقرة آمنة تشهد عملية إعمار كبيرة لم تشهدها من عشرات القرون. مدينة مرزق تقع جنوب مدينة سبها على بعد 130 كيلومتر، ويسكنها جميع المكونات من تبو وعرب وطوارق. ومدينة مرزق الآن تشهد عملية إعمار من صندوق إعمار ليبيا بتوجيهات مباشرة من القيادة العامة، والآن عودة حقيقية لسكان المدينة. سكان المدينة الآن يعودون بأعداد كبيرة ويشاركون في الإعمار ويساهمون في هذا العمل التاريخي الذي يقام في مدينة مرزق. كمرحلة أولى، صندوق الإعمار يركز على مباني مواطنين. الآن عملية إعمار شاسعة تضم كل المباني المتضررة الخاصة بالمواطنين في بلدية مرزق. والآن بتعاون بين صندوق إعمار ليبيا والشركة العامة للكهرباء، يتم توصيل تمديدات كهربائية ومعالجة البنية التحتية للكهرباء في مدينة مرزق بالكامل، والمحافظة على جهد الكهرباء ممتاز، مما يساعد في عمل الشركات القائمة بالإعمار. والمرحلة الثانية التي ستكون في المرحلة القريبة القادمة هي صيانة المرافق الصحية والتعليمية، وكلها مدينة مرزق الآن متبنيها صندوق إعمار ليبيا بجميع مرافقها السكنية والعامة. بالنسبة لسكان مدينة مرزق بجميع المكونات، نطلب منهم التكاتف والتعاضد ويد الله مع الجماعة وترك الخلافات وترك صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مليئة بالود وحسن الجوار وقبول الآخر. وناشد أيضا من هذه المساحة الحكومة الليبية في النظر إلى مدينة مرزق نظرة خاصة مدعومة تدعم جميع الأعمال التي تقوم داخل مدينة مرزق من صندوق إعمار ليبيا والشركة العامة للكهرباء. والآن فاصل ونعود للمتابعة. انطلقت فعاليات السوق الأسبوعي للصناعات التقليدية والحرف اليدوية بمشاركة واسعة من الحرفيين من عدة مدن ومناطق ليبيا وبرعاية جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس. ويهدف برنامج السوق الذي يعقد بوسعاية السيدة مريم في باب البحر بالمدينة القديمة طرابلس إلى توفير منصة لتسويق وتصريف منتجات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية للحرفيين الليبيين ودعم وتجزيع الصناعات التقليدية وفق برنامج أسبوعي كل يوم سبت طيلة العام. في إطار الجهود المبذولة لإحياء وتنشيط الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في ليبيا، أقام جهاز المدينة القديمة في طرابلس سوقاً أسبوعياً مخصصاً لعرض وبيع هذه المنتجات. شهد السوق مشاركة واسعة من الحرفيين القادمين من مختلف مدن ومناطق ليبيا، حيث قدموا مجموعة متنوعة من المنتجات التقليدية مثل النحت على الخشب، الفخار، المشغولات الجلدية والحلى التراثية. من خلال تدريبنا لبعض رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، لقينا ديما عندهم مشكلة في التسويق. نعطون المهارات الأساسية كيف يدير شغله ولا يدير مشروعه ويقدم حتى يحصل في تسهيل، ولكن بعدين تقعد في موضوع تكديس البضاعة عنده ما عرفش كيف يدير الأسواق. فجت الفكرة من مجموعة شباب الحمد لله مع طارق السنوسي وسيد معبد السنوسي، طارق العربي وسيد معبد السنوسي، إن فكرة يقيموا له بسوق أسبوعي. وأشاد المنظمون بالحضور المتميز للحرفيين الشباب والموهوبين، مما يؤكد على استمرارية هذه الصناعات في ليبيا وقدرتها على الانتعاش والتطور. كما أثنوا على الجهود التنظيمية والترويجية التي بذلها جهاز إدارة المدينة القديمة لإنجاح هذه الفاعلية. إنني مكتشفة زهرة تخاب المية تتفتح ولما تجف تسكر، من 97 لحد الآن هذه تتفتح وتسكر. شاركتها في الدول العربية وأجنبية،
عندنا روبرتاج في الجزيرة كذلك. جدة الترتيب الثالث على مستوى ليبيا، تعتبر أول تحفة ليبية تطلع خارج ليبيا. أكد الحرفيون المشاركون على أهمية هذا السوق بتوفير منصة مناسبة لعرض منتجاتهم وبيعها، وكذلك التواصل مع الزوار والمشترين المحتملين، وأعربوا عن تطلعهم إلى استمرار هذه الجهود لدعم الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في ليبيا. إسراء شكري، قناة WTV، طرابلس. أقيم بجامعة الجفرة يوم علمي متنوع تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم الحيوان، كما تم تشغيل عدد من الأجهزة المعملية التي تم تزويدها لهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يوما علميا متنوع نظمه أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم الحيوان بكلية العلوم بجامعة الجفرة. حضره رئيس جامعة الجفرة الدكتور يوسف جلالة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بهذا المجال، حيث تم من خلال هذا اليوم الربط بين الجانبي النظري والعلمي للطلبة، وكما تم تشغيل عدد من الأجهزة المعملية الحديثة التي قامت مؤخرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية بتزويد كلية العلوم بجامعة الجفرة بها، وذلك للرفع من مستوى البحث العلمي بالكلية. وكما قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة في إطار التعاون المشترك بتوفير عدد من المواد التحليلية للطلبة التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذا اليوم العلمي. قيمة بكلية العلوم جامعة الجفرة اليوم العلمي لقسم علم الحيوان لتعريف بالقسم ونشاطاته وربط الجانب النظري بالجانب العملي. كانت المجهودات من قبل طلبة القسم والأساتذة المشرفين عليه. نشكر قسم علم الحيوان والأعضاء التدريس الموجودين فيه على تشجيع الطلبة، حيث كانت كلها مجهودات ذاتية. كما نشكر كل من ساهم معنا سواء من الجهات العامة مثل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كذلك نشكر أحد طلبة الجامعة حيث ساهم في إحضار بعض الحيوانات للتعريف بتصنيفهن، كذلك نشكر رئاسة الجامعة على دعمها المتواصل لكلية العلوم، وكما نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير الأجهزة التي ساهمت بدور كبير في زيادة البحث وتحفيز الطلبة على بذل المزيد من الجهد. ونحن الآن في انتظار افتتاح معاملنا الجديدة التي الآن تقوم صيانتها وزارة التعليم العالي، في أمل أن نكون العام القادم ضمن ننقل معاملنا إلى المعامل القديمة إلى المعامل الجديدة. قمنا بعرض بعض الشرائح الحية اللي هي بعض العينات من بعض أجلكم الله بعض الحيوانات، بعض الشرائح الشفافيات بعض الأنسجة الحيوانية. قمنا بعرض بعض الحيوانات اللي هي كحيوانات حية مجسدة من البيئة متاعنا وغير البيئة متاعنا لتعريف تصنيفها ووجودها في بيئتنا وأهميتها. قمنا أيضا بعرض بعض المجسمات الغير الثابتة يعني لتعريف تركيب بعض المجسمات اللي موجودة داخل القسم وشن احنا ندرس فيها وشن الغرض منها. أيضا عرضنا بعض المجسمات اللي اشتغلوها الطلاب، من بينهم مجسم الأسفنج كان إعدادي أنا يعني مجموعة طالبات، في بعض المجسمات اللي هي سوسة النخيل وأضرارها وبعض الحشرات الأهمية الاقتصادية لها، وبعض التثبيت لبعض الحشرات وطريقة تصليبها. فكان الحضور ما شاء الله، كان الأداء لبعض الطلاب يعني ما حد تقاعس عن عمله وتأدية، كانت على رغم قلة الإمكانيات فكان يوم علمي مميز.
تسعى جامعة الجفرة ومن خلال كافة الإدارات العلمية والبحثية بها بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة لطلبتها، إلا أن الدعم المادي يظل محدودا، وخصوصا بأن الجامعة تفتقر إلى مقرات إدارية وأكاديمية مستقلة، إضافة لكونها تفتقر إلى صيانة ما هو موجود للمحافظة عليه. لقناة WTV الزبير العربي، بلدية الجفرة. التقط عدسة برنامجنا مع عبد الله هاجر البطل الليبي الذي تحصل على القلادة البرونزية في بطولة العام للقوة البدنية، والذي تحدث عن أهم المحطات بمسيرته الرياضية، فلنشاهد. رياضي عبد الله هاجر، البدايات كانت عام 2003 في متسط طارق بزياد بنادي التعاون في وزن 56 كيلو جرام. كانت بدايات في عام 2003 تحت اشراف المدرب محمد هارون، وبعد اشرف على مدرب تدريب السيد محمد الشاكر مؤسس اللعبه في لعبه القوه البدنيه. وطبعا المشاركه كانت كبدايتي كلعبه قوه بدنيه، كان زي ما نقول احنا نسموها فيها نحن لعبه الحديد، كانت صعبه، وكنت صغير في العمر، كل اللي بنقول ما تلعبش ما تشاركش فيها اللعبه، اللي كانت لعبه غريبه عندنا ومش متعودين عليها نحن في الوسط الرياضي وفي مدينه جدابيا. اغلب الشباب يتجهوا الى كره القدم كانوا في ذلك الوقت، لكن بدعم امي واخوتي واصحابي اني كانت عندي هوايه في لعبه رفع اثقال او نقول عليها كمال الاجسام والكمال لله، حبيت نشق طريقي، ومن الصغر يقولوا راح اكون بطل عالم. طبعا انت عارف بدايتي، يقول لك يضحكوا عليك كيف حتقدر بطل عالم، كيف حتقدر بطل عالم. والحمد لله يعني بعد 15 سنه حققت اللي نبيه واللي كنت نوصل له من الاول. واول مشاركه على مستوى ليبيا كانت البطوله الجماهيريه، ويسمى بطوله جماهيريه، في 2006 في مجمع اليد في شهر 11، والحمد لله حققت الترتيب الاول، واعجب بي مدرب المنتخب رحمه الله عليه مؤسس اللعبه في ليبيا السيد محمد مخلوف، واختارني لتمثيل ليبيا في البطوله العربيه 2007، والحمد لله حققت المراد، وكنت اول بطل عربي واصغر لاعب منتخب الليبي في وزن 75 ناشئين، حققت 4 ميداليات ذهبيه، والحمد لله تولت البطولات من بعد ذلك الوقت. كان البطولة الليبية لاختيار المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة العالم في دولة لتوانيا. حققت أول في رول رفعات السكوات البرونزية الترتيب الثالث. في البنش بريس ما حلفنيش الحظ في الديد ليفت، تم الظلم علي من تحكيم لجنة الجوري بالحكم الألمانية، حسبت لي رفع غلط، كانت تحقق لي الترتيب الثالث على مستوى العالم. لما خشت لجنة الجوري زي ما نقول احنا بالعامية زي لجنة الفار، دخلت على الفيديو حسبت المحاولة غلط، رجعت من الترتيب الثالث للترتيب الخامس على مستوى العالم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وكان أفضل ما كان، وزي ما يقولوا ما كانش يومي، واجهت الظلم الديني والظلم العنصري عشان اللاعب العربي، وعشان أنت عارف أن الأوروبيين يقولوا أن نحن ناس متطورة، لكن هم عندهم العنصرية الدينية، عندهم العنصرية الجسدية، عندهم عنصرية حتى البشرية، حتى في اللون بتاعك يعاملوك معاملة الدرجة الثالثة، لأنك أنت مواطن من الدرجة الثالثة. لكن الحمد لله كنا لهم بالمرصاد وحققنا اللي نبوه، وإن شاء الله العام القادم حنحققه أفضل من الموجود بإذن الله تعالى. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.